بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما قلت إن أندرو تيت مدعوم، أو بشك إنه هو مدعوم من المخابرات الصينية والمخابرات الروسية، بعض الإخوة اعتقد إن أنا بتهمه بأنه هو عميل لهم وأنه هو متعاون معهم وكده، وأنا ما قصدتش كده. في الحقيقة أنت لازم تعرف يعني إيه دعم المخابرات. المخابرات مش لازم ان هي تدعم عميل لها بشكل مباشر، تيجي تقول له تعالى انت الخدام بتاعي وانا هدي لك فلوس مقابل انك انت تروج فكر معين او كده. مش دي الصورة يا جماعة، دي صورة من الصور ولكن مش كل الصور. امال ازاي؟ المخابرات ابو الشباب بتدعم العشرات بل المئات بل الالاف وهم لا يشعرون اصلا ان هم مدعومين. ومثال على ذلك ابو الشباب القاعدة، ومثال على ذلك الدواعش، ومثال على ذلك حتى الصوفية وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ايه هي الحكاية؟ خليك معايا عشان اقول لك شكل الدعم بيجي ازاي، وهو اللي بيتلقى الدعم لا يعلم اصلا ان هو يدعم من المخابرات الامريكية، ولا يقصد الخيانة ولا يقصد الامور دي كلها. ايه الحكاية؟ هو باختصار بيجروه بشكل معين، وهو حسن النية لكن النوايا الحسنة ما بتنفعش. فخليك معايا وركز عشان اقول لك بتيجي ازاي. الكل يتآمر علي. اول حاجة اتكلم على المثال بتاع اندرو تيت. اندرو تيت لا اعتقد ان هو المخابرات الصينية او الروسية قالت له تعالى احنا هندعمك، ما اعتقدش كده. هي شافته ظاهرة، وشافته ان هو يجي منه، وشافته ان هو ضربة قوية بتوجهها للدولة العميقة في اوروبا وفي امريكا وفي الغرب عموما، فبدأت ان هي تدعمه حتى من غير ما يشعر هو خالص. ازاي الكلام ده؟ ما هو انت تلاقي اندرو تيت لما انتشر ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه اصبح هناك عشرات او مئات او حتى قل الاف الحسابات اللي في اوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي بتعيد نشر فيديوهات اندرو تيت بعد ما اندرو تيت تم اغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما بقتش واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، ده بقت بالالاف بيعيدوا نشر المقاطع بتاعته. فطبعا المسألة معروفة ان هو اللي بيعيد نشر المقاطع بتاعته ده، في طبعا منهم ناس تقصد الشهرة والمشاهدات والفلوس، لكن الغالبية ذباب الكتروني روسي وذباب الكتروني صيني في ثوب ناس عادية. يعني يصعب على اجهزة الامن في اوروبا ان هي تثبت على الناس دي اي شيء، لان هم ممكن يكونوا اصلا عرب، والعرب دولت بيشتغلوا مع شركة معينة، والشركة دي يعني زي ذباب الكتروني كده باختصار. وحتى اللي بينفذ نشر المقاطع هو نفسه مش عارف ان هو مع المخابرات الصينية او مع المخابرات الروسية. فاندرو تيت اتشهر بهذه الطريقة، بسرعة تم اعادة عشرات الالاف او قول حتى مئات الالاف من المقاطع بتاعته. يعني مش هو عنده مئات الالاف من المقاطع، انما المقاطع اللي عنده تم اعادة نشرها لالاف المرات او قول لمئات الاف المرات، انتشر بسرعة جدا. فهو الدعم جاي ايه من هذا القبيل. الدعم كمان جاي من ناحية تانية، انه هتبدأ الحكومات تبدأ تتكلم على موضوع حقوق الانسان، الا امريكا مصدعة دماغ العالم بموضوع حقوق الانسان، فبالتالي لازم ان هو هذا الشخص يعني يلقى معاملة عادلة. لكن واضح ان الغرب لما لقى الموضوع زاد عن حده بالشكل ده ضرب بكل المقاييس عرض الحائط، وقال لك خليني ايه، قال لك خليني ان انا اختار الضرر الاقل والخسارة الاقل، لان اندرو تيت هيقلب الدنيا على دماغهم. الخلاصة اندرو تيت هو نفسه قد لا يشعر ان هو مدعوم من هذه الاجهزة، لكن هو يعني بيفسر بينه وبين نفسه ان شهرته دي جت فرقعة في الشهرة بتاعته دي على غفلة كده، لان الشباب تداول الامور مع بعضيها. لا شك ان ده عنصر من العناصر، لكن مين هو اللي عمل الشعلة الأولى، ومين هو اللي عمل الشرارة الأولى اللي عملت هذه الضجة الضخمة؟ أنا ما أعتقدش إنها جت لوحديها، لأن مواقع التواصل لما بتقفل على حد بتقفل عليهم بشكل كامل، ده ما بيستنوش ما يكبر أصلا.
لا انا وعمي الله يرحمه كنا بنحاول يعني نوصل رساله على الفيسبوك من 2014 كده. يا راجل مستحيل، ده مجرد ان عمي بقى عنده 8000 متابع على الفيسبوك قفلوا له الحساب، ما كانش بيقول حاجه خطيره كمان، انما هم بداوا يقولوا له ازاي انت وصلت للعدد دوت وكذا ومش عارف ايه، اتكلموا معاه، والفيسبوك نادر جدا ان هو يتكلم مع حد، وبعد كده اغلق له الحساب، وبعد كده راح عمل حساب باسم علي مصطفى، اعتقد ان هو تم اغلاقه برضه، وبعد كده خلاص يئسنا وسكتنا. وبعد كده عملت انا التجربه بتاعتي بقى على في 2018 اعتقد او 2019 على اليوتيوب، اليوتيوب افضلهم الصراحه حقيقه، لكن برضه ضربني ضربه قويه وعرقل لي قناتين لحد دلوقتي، لكن هو احسن منهم بألف مره حقيقه. فالخلاصه اللي انا عايز اقولها لك ان اوروبا بتعمل غلق بسرعه على اي حد ممكن ياثر ولو تاثير يعني مش جامد، فتيجي انت واحد زي اندرتيت تلاقيه هو فلت من الموضوع كده، يعني بالذات ان هو يعني الفكر بتاعه بعيد عن الفكر الاسلامي في الوقت ده، الفكر بتاعه هو مناهض لفكر الدوله العميقه ومناهض لحاجات كتير، يعني باختصار مناهض للاستعباد برغم ان هو كان بيمارس تجاره الدعاره في الوقت ده، مناهض للمثليه برغم ان هو منحل في الوقت ده. فخلاصه الامر يا ابو الشباب، اندرو تيت بالتاكيد بالتاكيد انه مواقع، يعني مش معقول شخص واحد زي اندرو تيت يهزم جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ارضهم كمان، مش معقول يا ابو الشباب، بدون شك في دعم، لكن هو ليس عميل، بالتاكيد ليس عميل، ولا اتهم هذا الاتهام، هو الان رجل مسلم وله علينا حقوق المسلم والاسلام يجب ما قبله، هو قبل كده بقى كان بتاع دعاره، كان بتاع مش عارف ايه، ده موضوع تاني، انما هو الوقت مسلم وله حقوق المسلم، عشان كده انا حبيت ايه ان انا اوضح هذه النقطه، والسلام عليكم.